ملك الغابة، لقب علق بأذهاننا. الأسد هو رمز السلطة والقوة والزعامة بين جميع الحيوانات، وله الكثير من الصفات التي تجعل الجميع يعجب بقوته. ويوجد الكثير من الحقائق المذهلة بالنسبة لنا حول الأسود وطريقة حياتها أو صفاتها، وبعض هذه المعلومات والحقائق تعاكس ما كنا نعرفه عنها في السابق. لهذا علينا أن نزيح الغشاوة عن أعيننا لنرى حقيقة الأسد بوضوح. هل تعلم أن الأسد ليس مجرد مفترس شرس يطارد فريسته؟ إنه يشكل قطيعاً مترابطاً من الإناث والصغار والذكور القوية، يتبادلون الحنان والعناية ويعملون كفريق واحد للصيد والبقاء على قيد الحياة. الأسد هو واحد من أكبر أنواع القطط في العالم، والذي يعتبر كواحد من الحيوانات التي ترمز للقوة والسلطة والشراسة، وتتواجد في منطقة السافانا والأراضي العشبية في إفريقيا وفي بعض المناطق في آسيا وأوروبا. الأسد يقضي حياته بين النوم والراحة، وتتميز حياته بالرفاهية والكسل كحياة الملوك، فهو غير مكلف بأي شيء، كما يقضي الأسد معظم يومه نائماً، أي أنه يقضي معظم أوقاته بين الأكل والشرب والنوم تماماً كما يعيش الملوك، ومهمته حماية أراضيه من اعتداء الآخرين، فهو لا يتحمل وجود أي غريب وسط عائلته. طبيعة الأسد يقتل فريسته عندما يجوع فقط، ويستطيع البقاء بدون طعام لمدة أسبوع، ومع هذا فهو يتصف بالعفة، لأنه لا يأكل اللحوم الميتة والحيوانات النافقة. الأسد لديه القدرة على الرؤية الليلية المثيرة للإعجاب جنباً إلى جنب مع الحس العالي للشم والسمع الذي لا يصدق. تتكاثر الأسود في أي وقت وعلى مدار العام بالكامل، وخلال موسم التزاوج يصل معدل الجماع إلى 50 جماعاً كل 24 ساعة. ولكن ماذا عن اللحظات الأخيرة لهذا الحيوان؟ عندما نتحدث عن الأسد، فإننا نتحدث عن إحدى أكثر الكائنات الملكية والقوية على وجه الأرض. إنه حقاً ملك الغابة، ولكن مثل أي كائن حي آخر فإنه يمكن أن يواجه الموت. إحدى الطرق الشائعة التي يمكن للأسد أن يموت بها هي المعارك مع أسود أخرى. قد ينشب صراع بين ذكور الأسود على الأنثى أو على الأراضي المفتوحة، وهذا الصراع قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بجروح عميقة أو الموت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأسد أن يموت نتيجة النقص في الغذاء أو الماء. في بعض الأحيان قد تتدهور ظروف البيئة، مما يؤدي إلى نقص المصادر المتاحة للأسد، وعندما يكون محروماً من الغذاء والماء لفترة طويلة قد يصاب بالضعف والجوع الشديد، مما يؤدي في النهاية إلى الموت.